الكهرباء ورغم مشكلة انقطاعها، لكن في بعض المناطق فإن وجودها قد يحدث كارثة. أسلاك الكهرباء التي تغذي منطقة سوق هرج مكشوفة ومتدلية على رؤوس الناس، هذه الأسلاك التي تشاهدونها أو ستشاهدونها بعد قليل هي أسلاك ضغط عالي، وبالطبع تحمل شحنات كهربائية قاتلة. فنشاهد. خلي اشوفكم اخر التقنيات اللي بالعراق موجوده. احنا 2019 ناس تحلم بالكهرباء، انت بامكانك بعد تلزم هذا. شوف هذا تلزموه، هذا انت بس تلزموه هيك، بس تلزمه ضغط عالي. هذا قبل تجيك 220 واط تجيك تفحمك قبل. هذا منطقه سكنيه، خلي شوف وزاره الكهرباء الكابلات مال وزاره الكهرباء اللي تغذي منطقة سوق هرج، سوق حيوي، منطقة الكاظمية، شوف اللي صاير بيها شنو. العالم هنا الله يكون بعونه، يعني هذا الكابلات مال الكهرباء واصلة المحولات الرئيسية. ومسافة قريبة ومنطقة أزقة فرعية، باوع شوفوا. يعني هذا إذا واحد فات بالغلط ممكن إنه يكون أطول من عندي أو يفوت بالغلط، بس مجرد يطخ راسه هنا قبل أقرأ عليه السلام وأقرأ للفاتحة.